اعتبرت الحكومة الإيرانية الإفراج عن ناقلة النفط جريس واحد انتصارا دبلوماسيا لطهران، وصفة احتجازها بأنه كان قرصنة بحرية تمت بقرار أمريكي. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الناقلة كانت تساعد الحرس الثورية عن طريق نقل النفط إلى سوريا، ما يعد انتهاكا للعقوبات المفروضة على دمشق. وأكدت في بيان أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل لمنع إيران ووكلائها من زعزعة الاستقرار. Throughout this campaign, the Chinese government aims to force its own citizens to remain.